مصادر تؤكد أن الأنظار تتجه صوب حكومة توافقية تقترب التفاهمات فيها نحو توافق سياسي تقوم على أساس الحكومة المقبلة. جمع تواقيع نيابية لمنع الحكومة من عقد الاتفاقيات بمؤتمر الرياض، فهل ستنجح أمريكا في إيقاف عجلة الإعمار في العراق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من حصاد الأيام بعد أن بدأت الخيارات تتلاشى، فلا خيار يمكن الذهاب إليه خلال أزمة تشكيل الحكومة سوى الذهاب نحو حكومة توافقية، وهذا ما تذهب باتجاهه جميع الأطراف السياسية، حيث من المؤمل أن تنتهي الخلافات عند نقطة التوافق السياسي بتشكيل الحكومة المرتقبة اللي ستشترك فيها جميع الأطراف السياسية اللي ما زالت تخوض في غمار العملية السياسية باستثناء القوى والكتل السياسية اللي ذهبت باتجاه المعارضة، فدائرة الخلاف اللي اتسعت في وقت سابق كانت قد تغيرت فيها كفة المعادلة لصالح التفاهمات والحوارات المتبنية لمشروع الحكومة التوافقية. أما في الجانب الآخر فلا يخفى على أحد أن الضغوطات والإملاءات الأمريكية على الحكومة بشأن إلغاء الاتفاقيات العراقية اللي تم تنفيذها بكل دقة في زمن الحكومات السابقة، والكارثة الكبرى هي استبدالها باتفاق مصري للإعمار أو أردني، ما نسف جهود إعادة إعمار العراق من جديد، فيما يراها متابعون أنها اشتراطات أمريكية بدعم حلفائها في المنطقة من أجل التخلي عن الصين اللي تهدد وجود أمريكا ومستقبل شركاتها في العراق لإبقاء العراق في دائرة الهيمنة الأمريكية. إذن مشاهدينا في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هاي التداعيات مع ضيوفنا الكرام، تفضلون بقى ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. توجه نحو تشكيل حكومة توافقات سياسية بات الخيار الوحيد اللي من شأنه حلحلة الخلافات السياسية في ظل مشهد سياسي يخلو من أي خيارات أخرى قد تنهي الأزمة، وهذا ما يذهب باتجاهه جمع من المتابعين للشأن السياسي اللي يشوفون من الحكومة التوافقية السبيل الوحيد لتخطي عقبة الخلافات. نفتح وياكم مشاهدين أحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. مشروع وطني يتبناه الإطار الشيعي في تشكيل حكومة توافقية تلبي طموح الشارع العراقي في خطوة للخلاص من الانسداد السياسي. وهناك معلومات تقول بعد تصريح أعضاء الإطار أن 70% من التوافقات المبدئية حصلت مع القوى الكردية، وهذا مؤشر لتصاعد التأييد على شكل الحكومة التوافقية المقبلة. حتى يكون الإطار محقق لهدف المضي لسلطة تنفيذية، وأيضا يحتاج هذا الأمر إلى توافق على تمرير رئاسة الجمهورية، وبالتالي هذا التبني يحتاج إلى توافق حقيقي ما بين القوى السياسية الأخرى. إذا استطاع التحالف أو قوى الإطار السياسية إقناع البارتي والسيادة في عملية المشاركة، فالحرك مجددا يعود بقوة إلى الساحة السياسية لتكون الحكومة المقبلة تمثل جميع الكتل التي تم التوافق فيما بينها، لتكون ذات برنامج قوي وتحقق أهداف من وضع لمسات القبول فيها، إذ دخلت القوى السياسية مرحلة جديدة ربما تسير نحو حلحلة الأزمات بعد إكمال النقص العددي في البرلمان في طريقها إلى تشكيل الحكومة التوافقية. حقيقة بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، يعني بات المجال مهيئا للإطار التنسيقي بتمرير أجندته التي عمل عليها من أجل أن تكون هناك حكومة توافقية وطنية خدمية للشعب العراقي بأكمله. اليوم هناك حراك سياسي كبير، والكل طبعا حقيقة يتحرك فوق هذه السياقات الدستورية.
أما توقيت تشكيل الحكومة المرتقبة فقد أشارت مصادر بتوقعات قرب ولادتها دون عراقيل بعدما حلت جلسة البدلاء عن الكتلة الصدرية أزمة الانسداد السياسي. والجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي تصريح للنائبة إخلاص الدليمي ماض مع الكتل السياسية في معالجة الأزمة واستكمال الاستحقاقات الدستورية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحباء بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الاستاذ محمد البصري البحث في شان السياسه. حياك الله استاذ محمد، ضيفا كريما المحاور بحضرتك، والدكتور غالب الدعمي استاذ الاعلام في جامعه اهل البيت. حياكم الله دكتور، ضيوف الكرام مرحبا بكم. ابدا مع حضرتك دكتور غالب، يعني تتوقع انه التفاهمات اللي تجري على قدم وساق راح تذهب الى تشكيل حكومه توافقيه بعد انسحاب الكتلة الصدرية التي كانت لطالما طالبت بتشكيل حكومة أغلبية؟ دعني أولا أحييك وأحيي ضيفك الشيخ محمد البصري وجمهور قناتكم الغراء. وهي واضحة العملية، لا تحتاج إلى تنبؤ. الحكومة ستمضي، الإطار التنسيقي بعد استقالة التيار يمتلك العدد الكافي لتشكيل حكومة. نعم هناك عدم رضا من كثير من المستقلين الذين يقولون وعدنا، وانا شاهدت اكثر من لقاء لاكثر من نائب قالوا وعدنا برئاسه الوزراء ولكن تخلوا عنا، وبالتالي فالجزء الاكبر من المستقلين مع السياده وعزم، هناك 77 نائبا والكرد بشقيهما البارتي والاتحاد. فاذا العدد كافي لتمرير رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء وكل الوزارات. هذا اذا لم يحدث حوار قد يعني يؤدي الى تاخر اختيار رئيس الوزراء داخل اطار التنسيق، وهو لن يستمر طويلا. فبالنتيجه التفاهمات ستمضي، هكذا ارى المشهد السياسي المستقبل. وبتقديري ان المشكله ليس بتشكيل رئيس الوزراء وانما بتنفيذ ما تم وعد الناس به. هذه النقطه الاهم في هذه الحكومه. في هذه الاثناء ارحب بضيفي الكريم السيد سوران داوود، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، انضم معي عبر سكايب. حياك الله سيد سوران. سيد سوران، وفقا لهذه الرؤية وأنت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالفكم مع الإطار التنسيقي، بهكذا حالة حكومة توافقية سيفك عقدة الانسداد التي حصلت في اختيار رئيس الجمهورية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل هنالك فائدة متحققة للاتحاد وفقا لنظرية التوافق؟ يعني كما تعلمون الاتحاد الوطني الكردستاني كان منفتحا على الجميع، ولكنه كان قريبا من رؤيه الاطار. لذلك اعتقد انه مع الاطار في هذه المرحله ولديه شيء يعني شبه تحالف، فهذا اعتقد انه الانسداد السياسي في طريقه الى الانفتاح. اما ما يخص يعني المسائل الاخرى، مثلا المسائل حتى العلاقات الكرديه الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، اعتقد بانه هناك يعني مباحثات وهناك اجتماعات بين الطرفين، ولا بد ان يصل الطرفان. يعني هناك الان يعني اصبح من يعني ضروره قصوى بان يتوصل الطرفين الى الاتفاق، واعتقد بان الايام القادمه
سيكون هناك اتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ربما على مرشح موحد يتفق الجميع عليه، وايضا الاتحاد الوطني الكردستاني يؤول على الفضاء الوطني في مساله مطالباته برئاسه الجمهوريه. واعتقد الاتحاد الوطني الكردستاني كان منذ البدايه مع الحكومه التوافقيه، والان هذه الحكومه التوافقيه في طريق الى التحقيق. أستاذ محمد جوتر، حابب حضرتك بعد أن بانت معالم الحكومة باعتبار أنها ستكون بالأعم الأغلب أنها حكومة توافقية، مصلحة الشارع العراقي، مصلحة المواطن العراقي، هل ستتحقق هذه المصلحة في ظل اختيار حكومة توافقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم الغراء. أتوقع أن قبل 3 أشهر كان لنا لقاء هنا في هذا المكان، وكنا يعني نحث الخطى باتجاه قبول كل الأطراف حكومة توافقية. التيار الصدري رفع حكومة الأغلبية الوطنية، وهي يعني في داخلها هي توافق بين الكرد والسنة وجزء من الشيعة. الإطار دأب على أن تكون حكومة مشاركة لكل الأطراف والنهوض بالواقع الخدمي للمواطن العراقي من خلال حكومة جديدة. اليوم التوافق ينقصه ملح الطعام، ينقصه وجود الكتلة الصدرية. يعني ما أسفنا من انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية، إلا أنه واضح كل الأطراف تريد الذهاب إلى تشكيل حكومة وإنقاذ الشارع من النظرة السوداوية اللي يروج لها البعض، يحاول البعض اللي يريد يصطاد بالمال عكر أن هناك فوضى بعد تشكيل حكومة. الحكومة لن تستمر شهر، لن تستمر سنة، لن تستمر، لكن الكتل السياسية عازمة على أن تمضي بملف تشكيل الحكومة وبأسرع وقت، كما سربت بعض التسريبات أنه بعد العيد مباشرة هناك جلسة للتصويت على الرئيس وجلسة للتصويت على الحكومة. نعم، رفع الإطار، رفع شعار حكومة الخدمة الوطنية. اليوم بعد أي عذر ما كل للكتل السياسية، لا الإطار ولا من توافق معه، وفرة مالية موجودة، أسعار النفط مرتفعة، الأطراف كلها مشاركة في العملية السياسية، عليهم فعلا أن يبدأوا بحملة إعمار واسعة، بحملة تعيينات للعاطلين عن العمل، بموضوعة المواد الغذائية، يعني في كل الملفات، الصحة والنقل وغيرها. يجب على هذه الحكومة أن تنتبه لهذا الفخ الذي سينصب لها، يعني حتى على مستوى الدوائر الصغيرة قد تعرقل عمل الحكومة من أجل إسقاطها في الشارع، لكن هي ذاهبة إلى التوافق من أجل تقديم حكومة خدمة وطنية. طيب، حكومة الخدمة الوطنية دكتور غالب يعني أكيد مرتهن بتوقيت زمني بعد أن طال انتظار تشكيل الحكومة، الانسدادات السياسية كانت طاغية على المشهد السياسي، استغرقنا مدة طويلة، بالتالي حكومة تصريف الأعمال اليومية كم تعطيها وقت حسب استشراف حضرتك كي تنهي أعمالها وتسلم إلى السلطة، قصدي إلى الحكومة الجديدة؟ يعني التنبؤ بنهاية حكومة تصريف الأعمال بمعنى تشكيل حكومة جديدة يتبع تفاهمات الإطار التنسيقي تحديدا، فلو اتفق الإطار التنسيقي الأسبوع المقبل على اختيار رئيس وزراء، بتقديري لن يستمر أكثر من 30 يوما أو أقل أو أكثر بقليل، وممكن أن تأتي هذه الحكومة المرتقبة التي كما أراها منهكة أو انهكت قبل أن تستلم مسؤولياتها، مع اضطرابات دولية كبيرة، مع وضع اقتصادي صعب، مع يوميا سنويا يضاف بحدود 800 ألف يد عاملة إلى سوق العمل، دمار في كل أطراف كل محافظات العراق، انتظار من جهات أخرى لأداء هذه الحكومة، جمهور متربص ينتظر إداء الحكومة وقد ينفجر في أي لحظة. فالمهام التي تواجه هذه الحكومة، لا سيما أنها وعدت الجمهور بتحقيق يعني إعمار هائل، كونها قالت ستكون أنها حكومة خدمات أو حكومة خدماتية، وبهذا الشعار يفترض أن يطبق على الواقع. أنا لا أتفق كثيرا مع من يقول أن هناك مظاهرات في الأسبوع الأول أو في الشهر الأول وإلى آخره، لا أعتقد هذا مطلقا،
لا التيار الصدري ولا غير التيار الصدري ولا احد يتفق. يعني اخوان تحريك الشارع ما وارد عند حضرتك بنظرتك الاستشراقية؟ لا لا، شوف انا اعيك، لكن هناك اشياء منصفه ومنطقيه. هل من الممكن حكومه شهر او شهرين او ثلاثه او سته اشهر انت تاتي تقول لها ان تنفذي لي انجاز 10 سنوات؟ لا، ليس صحيحا. طيب. هناك انصاف وهناك منطق وهناك امر اخر. جرت العاده اعطاء 100 يوم للحكومه ومدد زمنيه للحكومه، شو رايك بها انه هالسيناريو تنعاد دكتور؟ نعم عفوا، اكو بعض الاحيان تم اعطاء الحكومه خصوصا من قبل التيار الصدري تحديدا الحكومات السابقه 100 يوم 3 اشهر 90 يوم لاختبار عملها وتقييم ادائها، ومن ثم تكون هنالك خيارات اخرى. اعتقد هذه المره ستكون المده 6 اشهر او اكثر بقليل، وليس بعد تشكيل الحكومة تماما تعطى هذه المدة. وأعتقد هذه المدة إلى حد ما بعنوانها كافية ليس لإنجاز أو أن ترى المشاريع النور، ولكن بداية الإنجاز. يعني من كان يبني بيتا خلال مدة ممكن أن نرى أنه ساوى الأرض وضع الأسس، فإذا في هذه 6 أشهر وضع إجراءات استراتيجية واضحة أعتقد لا أحد يستطيع معارضته. وأنا أقول لك يا نيابة عن التيار الصدري أن حكومة إذا نجحت فستدعم من جمهور التيار الصدري ومن التيار الصدري تحديدا ومن السيد الصدر تحديدا، لأن ما أراه هو الإصلاح. وإذا نجحت الحكومة وحققت النجاح فلماذا لا تدعم من التيار الصدري وغير التيار الصدري؟ ولكن أقول لك أن المهام الحكومة المقبلة صعبة وقد تكون تقع بالفخ فيما إذا كانت غير متجانسة ودخلت في أتون الصراع. طيب. الحزبي والسياسي. طيب أستاذ سوران، الدكتور غالب الدعم يعني يؤكد بأنها إذا كانت حكومة غير متجانسة قد تقع في الفخ، وحضرتك أشرت في معرض حديثك إلى مسألة الفضاء الوطني. طيب كيف تنظر إلى هذه الحكومة وشكلها التوافقي، خصوصا وأنه الكثير من الآراء تذهب بأنه قد جربت الحكومة التوافقية في الدورات السابقة ولم تنجح، أكو شكل جديد للتوافق الآن؟ لا أعتقد بأن العراق لحد الآن بحاجة إلى حكومة توافقية. يعني الآن حتى بعد التحاب التيار الصدري ويعني مجيء الإطار من أجل يعني حركة تحرك الإطار من أجل تشكيل الحكومة، كان هناك أصوات من التركمان أيضا ومن المسيحيين يطالبون بالمشاركة، مشاركة في الحكومة المقبلة، الحكومة التوافقية. أعتقد بأن هذا نحن في العراق كما تعلمون هناك مكونات وهناك يعني العديد من الأطراف، لذلك سوف نبقى نحن بحاجة إلى حكومة توافقية إلى مرحلة يعني ربما متقدمة حتى إلى بعض المراحل الأخرى، إلى سنوات وربما إلى أكثر من عقد. لذلك أرى بأن الحكومة التوافقية في الوقت الحاضر هو الحل الأمثل للحالة العراقية، للمشهد العراقي. والحكومة التوافقية إن لم تكن يعني قد نجحت 100% ولكنها قدمت يعني الكثير يعني في السابق، يعني عندما واجهت يعني داعش لم يكن هناك حكومة توافقية، يعني أكبر خطر في المنطقة كان وجود داعش، جاء من خلال الحكومة التوافقية. أعتقد أن الحكومة التوافقية نحن يعني بحاجة إليها في هذه المرحلة وفي المراحل اللاحقة، ولكن عندما ينضج الشارع العراقي، ينضج المشهد السياسي العراقي، وبعد ذلك نذهب إلى الأغلبية. نحن لسنا بسويسرا ونحن لسنا بفرنسا ونحن لسنا نحن يعني عانينا عقود وعقود من سياسة التهميش يعني في كل العراق، يعني والسياسة الدكتاتورية، ونحن يعني العراق جديد على مسألة الديمقراطية. لذلك نحن بحاجة إلى خطوة بعد خطوة للوصول إلى بر الأمان. طيب أستاذ محمد، يعني هنالك من يرى بأننا لحد الآن نسميها عملية سياسية وليست دولة مؤسسات، بالتالي حكومات سابقة على تعاقبها جعلت مؤسسات الدولة داخل المنظومات الحزبية، كيف يمكن تفكيك هذه المنظومات وإرجاع مؤسسات الدولة هي تابعة للدولة وتسير وفق هذه الرؤية
التحديات بصورة عامة اللي تحدث عنها حضرتك وتحدثوا عنها الضيوف الكرام راح تواجه الحكومة المقبلة، شلون ممكن أن تتجاوز هذه التحديات؟ يعني تكلمنا عن حكومة توافقية بين الكتل السياسية، لكن لم نأتي على موضوع المحاصصة الذي أصبح عرفا سياسيا وهو سبب دمار البلد، هو سبب دمار المؤسسات الدولة اللي حضرتك تتكلم عليها، هو سبب تأخير في تقديم الخدمات. لا أستثني أي كتلة من الكتل، سواء التيار الصدري، سواء الإطار، سواء الكورد، سواء السيادة، سواء الاتحاد، الكل مشترك في محاصصة. سفراء تذهب محاصصة إلى على أعدادهم وعلى أوزانهم داخل البرلمان، وزراء كذلك، مدراء عامين على مستوى فراش. لذلك تأخرت المؤسسات بالنهوض. هذه الحكومة الجديدة يجب أن تبتعد عن هذا النمط من المحاصصة. فعلا يجب إخراج مؤسسات الدولة من أزقة الأحزاب ومن أدراج الأحزاب. أنا اليوم شاد رباطي ورايح، اليوم الدولة صارت للحزب الفلاني، بلكي الله وهذا السيفي مالي وأصير مدير عام أو أصير وزيرة أو أصير كذا. لذلك إذا ما ابتعدنا عنها، عن المحاصصة المقيتة التي يتحمل مسؤوليتها كافة الكتل السياسية، حتى لا تعقل برأس كتلة من الكتل. نعم يرأس رئيس الحكومة يأتي من كتلة ما، لكن هذا لا يعني أنه له السطوة في تقسيم المناصب على الكفؤين مثلا، أو تقسيم المديريات أو الأقسام أو غيرها من مفاصل إدارات المؤسسات الحكومية وفق ما يرتئيه هو من كفاءات وينجح لهذه المؤسسات. لا، هاي لي وهاي لك. أنا عندي أريد منك تدنيت مدير عام على كافة كل الكتل. لذلك مشكلتنا تكمن في المحاصصة. على الحكومة القادمة أن تبتعد عن هذا التقسيم. اليوم المستقلين مباشرة طالبوا برئاسة وزراء، وش راح تسوي برئاسة الوزراء؟ أنت أولا جديد على العملية السياسية، عندك خطة تستطيع المضي بها، قدمها، قد تستفيد الحكومة من أدها. تعال أنت مبادرة قدم الإطار يعني الإطار والتيار. نعم يقدرون أنت تشكلون حكومة، ما شكل الحكومة كمستقلين؟ تقريبا على كلام السيد غالب الدعمي قال عزلوا المستقلين. المستقل هو جزء من تشكيلة برلمان وأحزاب سياسية عراقية. هدف هاي الأحزاب المفروض هو إنجاح عمل الحكومة لتقديم خدمة للمواطن. أنت جنابك ترى في نفسك أن تقود رئاسة وزراء وأنت مستقل، لكن الفرصة ما سنحت لك باعتبار الحزب الآخر يرى أنه بإمكانه. تعال انصح، قدم نصحك، لا تكن عائقا في أن تنجح الحكومة لتقديم الخدمات. ويا مشكلتنا اليوم، مشكلتنا التعسكر مع حزب عاطفيا دون النظر إلى المصلحة العامة في تقديمها. اليوم كل واحد يتصدى إلى الحكومة، يجب أن الكل يقف بوجه، مو نجي أن ننشر الصورة السوداوية بالبلد، نحاول أن يعني نخلي الشعب ما يثق بهذه الحكومة. يعني الآن كلام أستاذ غالب اللي تفضل بيش قال ولو راح تجي منهك متعبة، ما كان أنتم تبدون حكومة أغلبية، ما قلتوا راح تجي منهك. ما حدا من ما بدأ، ما كان أكو مجتمع دولي، ما كان أكو مشاكل دولية بين أوكرانيا وروسيا والغذاء العالمي وأسعار النفط، ليش كنتوا يعني مستبشرين خير من كنتوا تدعون لحكومة أغلبية بعيدة عن مكون كبير من المكون الأكبر في العراق؟ كنتوا تقولون راح ننجح ونقدم خدمات، أما الآن لا، أكو مشاكل. وهذا الغلط. اليوم خلاص احنا في طاولة حوار، صار الحوار أدى إلى أن تأتي الحكومة بهذه الطريقة. يجب الكل أن يصطف لإنجاح عمل الحكومة، وهذا هو التنافس الشريف. وهذا يقودنا إلى موضوع مهم جدا، وهو تخوير البرلمان للحكومة الحالية بتوقيع الاتفاقيات أو عدم تخويلها بذلك. اسمحوا لي أن أتقدم الشكر الجزيل للأستاذ سوران داودي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، انضممت معي عبر سكايب. شكرا جزيلا انضمامك سيد سوران، وتتفضلان بالبقاء معي ضيوف الكرام الأستاذ محمد البصري والدكتور غالب الدعمي كي نتابع بعد الفاصل. جمع تواقيع نيابية لمنع الحكومة من عقد الاتفاقيات بمؤتمر الرياض، فهل ستنجح أمريكا في إيقاف عجلة الإعمار في العراق؟
ذهبت السلطات العربية في ذلها في خنوعها. الحق الإنساني للشعب الفلسطيني في أرضه سيعود لا محالة. نحن موقفنا الفلسطيني واضح، وهو الرفض المطلق لسلطة القانون، الرفض المطلق للتطبيع. لا يصل الإنسان إلى درجة أن يجعل من نفسه عبداً لعدوه. اليوم الشعب الفلسطيني يشهر غضبه في هذا اليوم الأسود الذي طبع فيه نظام البحرين ونظام الإمارات مع العدو الصهيوني. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. كشف النائب عن الإطار التنسيق محمد البلداوي عن جمع تواقيع لأكثر من 50 نائب لمنع رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي من عقد الاتفاقيات والمعاهدات خلال حضوره مؤتمر الرياض المقبل. البلداوي أكد أن النواب الموقعين من مختلف القوى السياسية وجهوا كتابا إلى رئيس مجلس النواب مرفقا بالتواقيع. ملفنا الثاني من الحصاد، خلونا نناقش هذا الموضوع بكل أبعاد السياسية، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعده لنا الزميل علي حبيب. أكثر من 50 توقيعا نيابيا مقدما إلى رئيس مجلس النواب يطالبه بإصدار قرار وفقا لمقررات المحكمة الاتحادية النافذة بعدم السماح لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد أي اتفاقات في مؤتمر الرياض المزمع عقده في 15 من شهر تموز المقبل، وبدعوة مسبقة من الملك سلمان بن عبد العزيز لعدم امتلاكها صلاحية أبرام المعاهدات كونها حكومة تسيير مهام يومية. رئيس مجلس الوزراء في حالة حضوره إلى المؤتمر المزمع عقده في السعودية في المملكة العربية السعودية بعدم توقيع أي اتفاقية أو معاهدة أو اتخاذ مواقف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية كون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال تصريف الأمور اليومية حسب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 121 اتحادية لعام 2022. المؤتمر المرتقب عقده وبحسب بيان للديوان الملكي سيحضره الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن العراق ومصر والأردن. وتتحدث التصريحات الصادرة من البيت الأبيض والكنيسة أن من ضمن أجندة أعمال هذا الملتقى المشبوه الحديث عن أمن إسرائيل، ما يعني مخاطر جمة في حال ثبوت ذلك. أنا أعتقد أنه اليوم ينبغي من القسم الإعلامي الخاص بمكتب رئيس الوزراء توضيح سبب هذه الزيارة، وأنا أعتقد بأنه هنالك شفافية نعيشها في الوقت الحالي باتت من أولى الأولويات التي ينبغي الالتفات إليها على اعتبار بأننا اليوم بأخطر مرحلة في تاريخ العراق. وعلى الرغم من إنكار رئيس الوزراء أنه ليس من هذا المشروع ويدين هذا المخطط ومن يلتحق به، خاصة بعد مطالبة أحد قادة الإطار بنكران ذلك أمام الشعب، إلا أنه لم يحدث أي من ذلك لغاية الآن، ما يعني أن مشاركة الأول تتمخض عنها عدة استفهامات: ماذا إذا حضر، وإلى أي حد سيلتزم بالقوانين المرعية، وكيف ستتم مساءلته إذا خالف، وهل سيكون أول عراقي يحاكم وفق قانون تجريم التطبيع. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة. أجدد ترحابي بضيوف الأكارم السيد محمد البصري والدكتور غالب الدعمي. أستاذ غالب، أبدأ مع حضرتك، يعني لما نتحدث عن ما أجرته الحكومة الحالية التي هي حكومة تصريف أعمال الآن من عقد قمم وتوقيع اتفاقيات، سيما الاتفاقية بين العراق ومصر والأردن، خلينا نتكلم يعني مفاهيم أو مقاييس الربح والخسارة، وبالتالي ما يطرح في قمة الرياض
نفس المفاهيم التي تحدث عن الربح والخسارة، العراق هل هو الرابح الأكبر الخاسر الأكبر؟ كيف تنظر إلى المكتسبات المتحققة لبغداد؟ شكرا جزيلا. في هذا المؤتمر تحديدا ما أعتقد جانب اقتصادي فقط، هناك عدة جوانب أخرى قد تكون بعضها ظاهر وبعضها غير ظاهر، لكن هذا عنوانه هو أمني اقتصادي. أكيد دولة مثل العراق فتية ضعيفة اقتصاديا غير مستثمرة معادنها في الأرض، تحتاج إلى قوة مالية كبرى أن تسهم في إعادة العراق وجعل يسير في الطريق. يعني أنا كثير أعترض على من يعارض الاستثمار، على من يعارض البناء. يعني الآن حكومة الكاظم دخلت في تصريف الأعمال أو مرحلة تصريف الأعمال منذ تقريبا 8 أشهر، وهذا يعني هذه المدة كلها معطلة الحكومة، لم تجري أي عقود أي اتفاقات سوى أنها حاولت الاستمرار في التفاوض والحوار بشأن اتفاقيات سابقة. وهذا الكلام سمعناه في حكومة عادل عبد المهدي، وسمعناه في حكومة العبادي، وسمعناه في حكومة السيد المالك في الدورة الأولى والثانية، وأيضا في الوقت نفسه كنا نسمع معارضة لكل الحكومات السابقة بأن تجري، وهناك أسباب كثيرة تقدم، وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة. الواجب علينا الآن إذا كنا نريد الدولة أن تنجح، وهذا الكلام الذين يتحدون من أجل النجاح وتحديدا الإطار التنسيقي، عليهم أن يخرجوا أولا، هذه وجهة نظري وهم أحرار، عليهم أن يبتعدوا عن وضع العراق ضمن محور وبالتالي كسب عداء دول قوية وفاعلة. أيضا لابد أن يكون العراق مرتكز لعلاقات إيجابية، مثل ما هذه الحكومة نظمت علاقات طيبة بين إيران والسعودية، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكان العراق محورا. وهذه الصفة الآن أقولها ليس مدحا للحكومة، ولكن البلد الوحيد الذي يرتبط بعلاقات مع دول الإقليم تامة وجيدة. يعني إيران ليس لديها علاقات مع الكل، السعودية ليس لديها علاقات مع الكل إلا العراق. هذه الصفة من الممكن أن يستفاد منها العراق بتحسين اقتصاده، لأن نحن شعب بحاجة للتعاون مع السعودية، مع قطر، مع الكويت، مع الإمارات، مع الجمهورية، مع تركيا، مع أمريكا، مع كل دول العالم على عدا إسرائيل. وبالتالي لابد أن نصل إلى نتيجة. أما نبقى في سياسة التخوين ليس صحيحا، فهذه الحكومة جاءت لقاء اتفاق كتلتين كبيرتين وهما التيار والإطار، فلماذا اليوم نحاول أن نخون هذه الحكومة وأنها تسعى للتطبيع؟ لا، أنا لا أعتقد، وإلا لو كان هناك قانون للتطبيع كثير من الكتل السياسية التي تفاجأت أنا أنها لم تحضر جلسة التصويت على التطبيع. طيب أستاذ محمد، يعني تفضل ضيف الكريم بما تفضل به وبأنه هنالك للعراق دور ريادي في المنطقة. طيب حملة التواقيع اللي جمعت من قبل 50 نائب أو أكثر وتمنع رئيس الحكومة من عقد اتفاقيات مع الرياض، طيب هي لما يتحدث الدكتور غالب بأنها ليست على المستوى الاقتصادي فحسب، حتى على المستوى السياسي، وأشار إلى قضية التطبيع، إذن ما الأطر اللي راح تناقشها أو يناقش هذا المؤتمر الدولي سيما بحضور بايدن؟ شوف، من الخطا عدم حضور الحكومه العراقيه في مؤتمر مثل هذا، اولا في دول الجوار، ثانيا في امريكا اكبر دوله بالعالم، والاردن ومصر، دول عربيه. لابد للعراق ان يكون له موقع في هذا المؤتمر، لكن ان يذهب بشرطها وشروطها. احنا اليوم وفق قانون البلد وفق قانون المحكمه الاتحاديه لا يجوز لحكومه تصريف الاعمال أن توقع على المعاهدات والاتفاقيات. نعم هناك مجال اقتصادي يمكن التعاون فيه، مجال استثماري، على أن لا يكبل العراق بقيود طويلة الأمد تؤدي في المستقبل إلى سرقة أموال الشعب العراقي ولا التأثير سواء على العراق اقتصاديا أو سياسيا. على السيد مصطفى الكاظمي إن كان هناك اتفاقات أن يوضع ورقة تفاهم ويعود إلى العراق اللي يقول تدرسها الحكومة المقبلة سواء وافقت أو لم توافق عندنا برلمان، أي معاهدة لازم يصوت عليها، أي اتفاقية لازم يكون هناك موافقة من مجلس النواب العراقي. على السيد مصطفى الكاظمي أن يكون حذرا في حضور هذا المؤتمر بالجنبة الإيجابية، تواجد العراق في المحافل الدولية والإقليمية،
لكن أن لا يقع في السلبيات من خلال توقيع هذه الاتفاقيات وهو ليس لا صلاحية له بها. يعني دكتور غالب الكل يعلم كما تفضل السيد البصري بأنه أمر الحكومة الحالية ما يسمح بعقد اتفاقيات استراتيجية فضلا عن أنها حكومة تصريف أعمال، هل يبدو أن هنالك محاولة لتأكيد التقارب المحوري اللي أشرت لحضرتك قد تكون من بين المحاولات اللي تسعى إليها الحكومة الحالية؟ كيف تتحول هذه التقاربات من الورق إلى أرض الواقع؟ يعني هي أولا مو اتفاقية، لا أعتقد هناك اتفاقية ستوقع، ولكنها حوارات قد تكون بداية لتوقيعها في الحكومات المقبلة أيا كانت. وأنا بتقديري كل الحكومات السابقة سعت لتحسين علاقتها مع المحيط الإقليمي بشكل كامل، لكنها لم تتوفق ربما بسبب رؤية الدول الأخرى إلى أنها وضعتها في محور معين، وبالتالي لم تحصل على تفاهم إلا هذه الحكومة، وهذه نقطة إيجابية عليها. وننتظر في الحكومة المقبلة أن تكون أن تمتلك رؤى أيضا، علاقات اقتصادية جيدة مع كل الدول. أنت اليوم شوف العلاقات الجمهورية الإسلامية مع الإمارات على الرغم من العلاقات السيئة، هناك تبادل تجاري، هاي السيئة في الإعلام، تبادل تجاري بحدود 22 مليار دولار بين الجمهورية والإمارات. فإذا لماذا العراق يحظر عليه أن يحسن علاقاته بدول الإقليم؟ بغض النظر هناك مواقف ثابتة، هناك مواقف وطنية، هناك علاقات اقتصادية. أنا عندي شعب، الشعب جائع، والشعب هذا الجائع سيثور، وبالتالي حينما يثور لاحقا يحرق الأرض تماما كما حدث في 2019. لذلك أهم نقطة معالجتها، يجب معالجتها، هي أنه نحل مشاكل الناس شيئا فشيئا، وبالتالي نزيل المبررات على من يريد أن يوقع الفوضى في الشعب العراقي. هذا هدف اسمعه من أغلب الطبقة السياسية. فإذا كان هذا هدفهم فعليهم أن يحلوا مشكلات الشعب أولا، وبالتالي ينهوا كل المبررات التي تدفع الناس للتظاهر، تدفع الناس لعدم الثقة بالحكومة، تدفع الناس للتأثير على الدولة. هذه منطق. لذا فالقول دائما في عملية التخوين وغيرها ليس صحيحا. ولا أقول لك الحكومة المقبلة أيضا ستواجه الموضوع نفسه، ولذلك أيضا أحد عناصر الفشل المرتقبة التي نتوقعها وفق المعطيات الحالية هو أن تكون الحكومة ربما في زاوية واحدة في محور واحد وتحصر نفسها. ربما لم تكون في زاوية واحدة دكتور غالب، وسؤال لحضرتك، يعني ماذا سيكون في مؤتمر جدة؟ يقال أنه مؤتمر جدة راح يحضر بايدن، راح يطرح به موضوع التطبيع، دول أخرى من المتوقع أنها ستعلن التطبيع صراحة، وإن كان العراق وجهة نظر بامتناع عن التطبيع، ولكن ماذا عن الدول التي تعلن تطبيعها في هذا المؤتمر؟ أيضا هنالك دعوة من قبل الملك الأردني لتشكيل حلف عربي أشبه بالنيتو لمواجهة إيران على سبيل المثال. بالتالي كل هذه المسائل إذا حضر العراق وحكومة تصريف الأعمال، ما الواجب أنه يكون العراق موقف محدد وواضح تجاه هكذا قضايا تطرح؟ احنا أولا خلينا نسبق الأحداث، ولا أعتقد سيكون هناك حلف سيشكل في هذه الجلسة، ربما طرح معين. ولكن أود أن أقول لك على سبيل المثال، احنا دائما ندعو إلى الطريق والحزام، طريق ندعو له مع الصين، في ضمن هذا المشروع هو التعاون مع إسرائيل في أكبر شركات اللي تقودها الصين هي في إسرائيل، وأيضا شركات إسرائيل تدار في الصين. لا نتكلم عن تطبيع الصين مع إسرائيل، لا نتكلم عن تطبيع تركيا مع الصين، لا نتكلم عن تطبيع روسيا مع الصين، علاقاتنا طيبة. إذا نحن هل مسؤولين عن علاقات الدول بالدول الأخرى؟ احنا فقط مسؤوليتنا كدولة لا نطبع، نحفظ قوميتنا وإرادتنا وسياستنا ومبادئنا الوطنية، وبالتالي لسنا مسؤولون عن ما تقوم به الدول الأخرى. ما نقوم به واجبنا أن نحسن علاقاتنا بالمحيط الإقليمي والعربي خدمة لأبنائنا بالقدر الذي يحفظ سيادتنا وكرامتنا وأرضنا. لكن أنا حقيقة اسمح لي قاطع دكتور غالب، يعني وفقا لهذه الرؤية أستاذ محمد، يعني راح تبقى أنه جميع اللقاءات والقمم والاجتماعات والاتفاقات مجرد بروتوكولية حبر على ورق ولا يمكن تنفيذها؟ إذن ما الجدوى من عقد هكذا
مؤتمرات ضخمة بهكذا ضخامة هكذا مؤتمر؟ يعني هو المؤتمر رغبة أمريكية لما حدث على الساحة العالمية من حرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط وغيره. أكيد اليوم بايدن زيارته لا تفرق عن زيارة ترامب إلى السعودية عندما أخذ 400 مليار ورجع. هالمرة بايدن قد يريد يفوق ترامب بهذا الموضوع، ما يريد يحلب السعودية فقط بل يريد يحلب المحيط بالكامل بما فيه العراق، ولذلك حذروا النواب من أن يذهب العراق بهذا الاتجاه. من يقول أن العراق ينزوي مع طرف دون آخر مثلا الميول إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا ما تتهم به الحكومات العراقية المتعاقبة. الدول العربية اللي دائما تقول عاد العراق إلى الحضن العربي، شنو العراق أنتم طلعين من العروبة حتى يعيد إلى العراق؟ له سيادة ومن حقه أن يتعامل مع أي دولة، مثل ما تفضل أستاذ غالب اليوم الصين تتعامل مع إسرائيل، لكن هذا ما يعني أنه أنا أتقاطع مع الصين لأن اتخذت قرار بالتطبيع مع إسرائيل. وكذلك الإمارات وكذلك البحرين وكذلك تركيا اللي رفعت علم إسرائيل داخل بلدهم، ما لي علاقة بهذا الموضوع. لكن لا تفرض رؤيتك علي، تريدني أنا أتخندق بخندق، أنت تريدني أنا أقف ضد من دولة جارة. اليوم الجمهورية ما تفرض على الحكومة العراقية بهذا الاتجاه، لكن من أبعد العراق عن ما اسموه بالحاضنة العربية هي الدول العربية نفسها. شو اللي قدمت الدول العربية للعراق منذ 2003 إلى اليوم؟ نوح بكاء على صدام والبعث اللي كان مراويهم النجوم الظهر، صار صدام قائد عربي وصدام كذا. ليش؟ لمجرد أن الطائفة يختلفون معها عقائديا استلمت سدة الحكم. لابد أن يكون الميول وين؟ إلى العدوة الدائمة لهذه الدول. لذلك بدأت الاتهامات بهذا الاتجاه، وبدأوا يشيطنون العراق من هذه المرة، يريدون العراق أن ينقاد بلجام للسعودية وللإمارات ولتركيا ولا يكون سيد نفسه. الدكتور الدعمي أيضا يتفضل بأنه ما نستبق الأحداث، ولكن لو رجعنا بالأحداث إلى الوراء أستاذ محمد نشوف أنه الكثير من المشاركات يروح رئيس البرلمان والنواب يستغربون وين راح وين سافر سوى هناك بصفة حزبية أو بصفة وظيفية كرئيس برلمان، رئيس الحكومة يسافر ويعقد اتفاقات وكذا وبعدين يرجع البرلمان يتساءل وين راح وبأي تصريح. هذه الحالة ما تشوف أنه حالة صحية لما تجمع تواقيع استقراء استشراف هذا صحيح؟ يعني احنا لما نريد البرلمان لازم نعطي شوية حرية للحركة. يعني البرلمان يتساءل عن زيارة رئيس وزراء ورئيس برلمان؟ خو انت عندك برلمان واستدعيه واستجوبه. شنو زيارتك للإمارات؟ حالة سابقة كانت قبل ما يسافر يشترطون عليه اشتراطات. صغر هذا الإطار التنسيقي عندما استضاف السيد الكاظم اطرحت هذه وقالها بتقريركم هذه الأمور، والرجل أعلن موقفه قال أنا ما يعني ما عدم التطبيع مع إسرائيل وأرفض التطبيع، لكن أنا أعتب على النواب اللي يتساءلون بالإعلام. أنت عندك دائرة تشريعية ولديك السلطة باستجواب أي وزير وأي رئيس وزراء، ليش من تعال يا رئيس البرلمان أنت شنو زياراتك؟ خرم مري بين تركيا وبين الامارات غير تجي تقعد تفهمنا شنو الدرس؟ سويت اتفاقات؟ نعم. راحت لجي المصالح العراق لو مصالحك الحزبيه اذا زيارتك بصفتك زعيم حزب هذا واحد يكون يصير به كلام اخر، على انه لا تذهب باستقبال رسمي كانك رئيس مجلس النواب، روح اتفق مو امام الاعلام كحزب. هذا كله يجب ان يفعل في هذه الدوره الانتخابيه لنعمل بها خير، قد يكون المستقلين راح يحركون في الشيء داخل مجلس النواب، وموضوع طمطم لك ان شاء الله نخلص من عنده. وبهذا السبب انه هاي الكتله ما تقبل الزعل هاي الكتله، لذلك ما تستجوب لا رئيس وزراء ولا رئيس برلمان ولا وزير يذهب الى دوله دون استشاره البرلمان والحكومه العراقيه. لا يفتى في الاعلام. والدكتور غالب ضيفنا، دكتور غالب يعني السيد البصري يميز بين من يصرح من النواب تصريحات اعلاميه وبين من يتخذ اجراءات برلمانيه، هل تعتبر بأن هذه الخطوة خطوة صحية من قبل النواب يستشعرون ما ستؤول أو سيحدث خلال هذه القمم وبالتالي يضعون فد شروط أو يضعون خارطة لرئيس الحكومة؟ والله أولا هم من حقهم كنواب أن يمارسون دورهم في الرقابة وفي المساءلة من أجل الوصول إلى حكم رشيد، لكن أنا أشخص بعضهم فقط للاستهلاك الإعلامي والظهور. اليوم رئيس الوزراء
أول حينما استضيفه من الإطار التنسيقي كانوا يرفضون أو طلبوا منه عدم الذهاب. الآن لا، تغير، قبلوا بالزيارة. أنت تعرف الزيارة ستلحقها زيارة إلى طهران، وهذه نقطة مهمة هنا. هي طهران قبل أستاذ يوم بعد السعودية أو قبلها. الآن المعلومات أنه بعد سيحمل رسالة الوزراء وصل السعودية الآن نعم سيرجع من الاجتماع السعودي إلى طهران، يحمل رسالة من المؤتمر إلى طهران بشأن ربما رسالة في خصوص التعاون الإقليمي. وبالتالي حينما ظهرت أن ذهاب السيد الكاظمي أكبر مما كان يتوقع الآخرون، سكت، لم يعترض. الآن الاعتراض فقط من جزء بعض الأعضاء النواب على أنه لا توقع يا رئيس الوزراء اتفاقية لأنك في تسيير الأعمال، هو لم يوقع وإنما يحمل رسالة ربما تعود بالنفع علينا. يعني أنا سعيد جدا أن تكون مرجعية دينية في العراق، أن تكون الريادة السياسية في العراق، أن تكون المرجعيات الدينية السنية وكل الأديان في العالم في العراق. هذا يعطيك بعدا يعني ارتكازيا كبيرا لصالح العراق. أما نحن نقف أمام كل خير لهذا الشعب ليس صحيح، لأننا نختلف مع رئيس الوزراء بالنتيجة، ورئيس وزراء العراق بالنتيجة، وانتخب من الفعاليات السياسية التي تتفق معه وتعترض عليه الآن. احنا ايضا اشركنا متابعي موقع قناة الايام الفضائية بموضوعات هذا الملف وسألناهم استطلاعا لآرائهم، هل انت مع جمع تواقيع نيابية لمنع رئيس الوزراء من عقد الاتفاقيات بمؤتمر الرياض؟ 85% قالوا نعم باعتبار دور البرلمان بدأ يفعل، و5% قالوا كلا، و10% تحفظوا على الإجابة. دكتور غالب الدعمي أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات في الملفين، وشكر كثير حضرتك أستاذ محمد البصري، شكرا. الباحث بشأن السياسي، شكرا جزيلا مرة أخرى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، في أمان الله.